أخيرة قبل مضي ساعتين متاع الليل ناخذوها مباشرة للمساء الخير. عسلامة. عسلامة. لاباس. الحمد لله وانت لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. هابي فالنتينز داي. يعيشك. عيد حب سعيد يا لله. شكرا. يعيشك. عايشك. وانت زادة عليه. اسم اختي المستعار. هدى. هدى. هدى مرحبا بك يا هدى، قداش عمرك؟ اليوم عملت 49. 49 مرحبا بك يا لله. شكرا. اش مسهرك الليله؟ والله سهرني انت. لا يجعلني جرة يا بنتي. لا انا سهركم، نسهركم باش تفرغوا قلوبكم وتحكي. لا البرنامج نتاعك والله كل نهار اثنين وثلاثة نسمعوا. عاوك اليوم اسمع برنامج هادي اليوم ما فيش عواصف ومشاكل وحكايات و... لا حتى الحكايات باهي الواحد فوالا احنا قلنا قلنا كل مرة مناسبة هاوك على الأقل نكونوا إيجابيين شوية على الأقل. لا مناسبة تحفونا هذه. مرحبا بك يا لالا. شكرا. والله نحب نحكي حكاية يعني ما عرفش خايفة نحكي. لا لا ما تخافش ما تخافش. علاش باش تخاف؟ أنت تعمل في حاجة عيبة؟ لا لا تعمل في حاجة خايبة؟ تعمل في حاجة خايبة؟ ملا أحكي ملا أحكي فوالا. يعني نحب ونموت يعني كيفاش يقولوها؟ يعني غاطسة في الحب العنكوش. حاجة باهية. تعرف اسمع اسمع فما سوء فهم للحب عنا احنا بعض التوانسه مش الناس الكل. كيفاش التوانسه بعض التوانسه يفهموه؟ هو اش معناتها تحب؟ اش معناتها؟ اش معناتها تحب؟ اي اش معناتها؟ اش معناتها؟ تحب تحس روحك فرحانه. فوالا. كل حاجه فيك هكا باهيه ديما فوالا. يعني الهومور كيفاش يقولوها ما تنجمش تعيش من غير الشخص هذاك. صحيح. تحبه ديما قريب لك تفرح كي تشوفه وتتنرفز كي ما تشوفوش. باهي كيما الانسان يحب ربي سبحانه وتعالى. صحيح. يحب الله سي ويقوم بواجباته الدينيه مثلا تلقاه فرحان ومتفرهد ولاز وكيما انسان يحب امه ولا يحبه تنجمش تتخلى على امك انت ولا على ابوك. لا لا بالضبط. حتى تحب ولادك تحب وين وين صورة التوانسة تتبدل نحو الحب؟ تحب ربي تحب أمك تحب أبوك تحب أخواتك أوكي تمشي الأمور صفا. تحب حد آخر أخ تولي الحكاية لهنا فيها أن تلقاها بيه وعليه بها وعليها ما أخذته ما نعرفش على درشنو ما هو يحبها على خاطر درشنو ما هو يكذب عليها وهي تكذب عليه. شفت كيفاش نعم شو حتى في علاقة حب الوليد الأم وبوه يطلعوا فيها اللي ما يطلعش. صحيح. هذا هو سوء الفهم اللي تورطوا فيه بعض الناس. يا ولدي خليه الناس كيما هما كيما يحبوا ولا ما يحبوش أمورهم. والله هو مش سوء فهم هو بالجانب الثاني حسد فهمتني. يعني الإنسان يحسد إنسان علاش؟ مضيعة نتاع وقت. مضيعة نتاع وقت، ضيع في وقتك ووقته. لا بالعكس هو أموره واضحة ما أنت اللي تضيع في وقتك. باهي يا لله. أنت شنو حكايتك مع الحب؟ باي. والله حكايتي تحفونة صدقني خويا علي. أني عندي 10 سنين توا مطلقة. فهمتني؟ مكتوب ما تفهمتش أنا وبولادي كل واحد يمشي على روحه فهمت؟ أي. ولكن قاطع علاقتنا باهية باش نفسني تفرات باهية والحمد لله فهمتني. والله سكرت الأبواب ما عنديش ملي طلقت ما عملتش حتى علاقة نخدم لهي بولادي كل شيء جاء الإنسان هذايا صدفة في حياتي. بربي دقيقة بربي لحظة بركة سي سفيان. سي سفيان هذا تعليق مهم برشا وانا باش نجاوب عليه سامحني كان قصيد. قال حب الله يا علاء سي سفيان تقارن فيه بحب الله. الله لا يموت يا سي علاء. يا ودي اخش بيك يا سفيان فاش قاعد تحكي انت تو انت فاش قاعد تقول ساعة الجمله كون لي جمله مفيده يعني حب الله ما يتقارنش بحب الشخص. يا ودي انا اعطيت مثل
قلت الحب أنواع، أنك تحب ربي، أنك تحب أمك، أنك تحب أبوك، والحب فيه درجات. علاقة الإنسان بالخالق لا تحتاجني لا لي أنا ولا لي أنت ولا لك أنت باش نفسروها. كل إنسان علاقته بالخالق يحددها هو، وما عندكش ترمومتر وإلا وحدة قياس باش تتحدد علاقة حب كذا بكذا. هذيك ربي ما يجيش الكلمة ذا يا راه، ما يجيش. أنت كي قلت الجملة ما نيش نقارن في حب الإنسان، بالله ما قارنتش، ما حطيتش مقارنة، قلت لك أنا هو خير الحب هذا مع الحب هذا، لا ما يجيش. اسمع وفهم وماني عايش خوي، هاي نكمل لك لله. اي هو والله شو نعطي تعليق على الكلام هذايا. هو ربي، والربي معناتها كبير ويحب الإنسان، وربي كي طيح لك إنسان أنت تحبه معناتها ربي يحبك. يا أخي مصيبة من عند الله هذاك، الإنسان اللي جاك إكزاكتومون إكزاكتومون، معناتها كل شيء عطاء من عند الله هو، فهمت؟ حسيلو أني تعرفت على الإنسان هذايا في حفلة، في حفلة صدفة، حفلة نجاح. تعرفت عليه أول مرة بصراحة كل كود فود، راجبني الإنسان هذا، الإنسان اللي لوج عليه عندي برشا وما قيتوش، فهمت؟ ما نكذبش عليك، خديت نمرو هاني، طلبت من صديقتي قلت لها تعمل عليا مزية، الإنسان هذا عجبني، نعرفش عندي حاجة كلي شدتني ليه الإنسان هذا. أول مرة ناخذ نمرو تليفون مع يعني الشخص ونتصل به، معناتها مش أني نتصل به، لكن خديته وهو وافق باش أني ناخذ نمرو، خاطريني قلت لها شاورو، فهمت؟ في تربية خديت النمرو، ولينا باتصال، كلمني ديما نتكلموا للوقت هذا، فهمت؟ ونحبوا بعضنا، وتحبوا بعضنا، نحبوا بعضنا برشا، فهمت؟ معناتها كما نقولوا الإنسان هذا دخل لي الفرحة في حياتي، دخل لي الدنيا كلها في حياتي، ونحبه ونموت عليه، واني فرحانة لأني تعرفت عليه وحبيته، وكل شيء به في حياتي خاطر هو دخل في حياتي، فهمت؟ معناتها الراجل هذا، الراجل هذا باش تكمل معاه حياتك ان شاء الله يا ربي. شفت إن شاء هاي انت مراه مطلقه وفي عمرك انت، احنا المراه المطلقه وفي عمر 40 50 سنه نحكم عليها بالاعدام، لا عندها حق تحب ولا عندها حق تعيش ولا عندها حق تحلم. البارح مراه تعديت عمرها 47 سنه قلت لها ما زلت صغيره، كلت بعضها كيفاش عزوزه، واحد قال لي عزوزه حاطبه، تقول شو عزوزه علاش شو عمرها 47 سنه ولا 50 سنه، شبيكم يا ناس؟ علاش نقيسوا؟ لما كي تتلهي بروحها وتعمل رياضة، فهمتني؟ وتبدا معناتها لهي بنفسها وكل عمل، المرأة ما تكبرش، يعني شو اللي كبرها هو المشاكل والهم كما قلت انت البارح للمدام، فهمت؟ لكن الانسان ما ينحيش المورال من حياته. المرأة تحب تلهي بروحها، تعمل انترينمون، تاكل ماكلة صحية، فهمتني؟ فوالا وتعيش لاباس الحمد لله يا ربي، تضحك وتعيش. علاش يا اخي المراه كي تكبر ما عندهاش الحق باش تحب؟ اكزاكتومون، عندها الحق باش تحب. المراه تنجم تحب حتى 60 في اي وقت، احنا هنا في التاييس سكندناف حتى يتعرفوا على بعضهم، حتى كبار في دار العجز ويعرفوا ببعضهم. شنو المشكله؟ يعني شنو المشكل كي زوج يتقاسموا الافكار ويحبوا بعضهم؟ بوركوا با؟ يعني هو الحياه الحب مش الانسان يغزل له كان في حاجه جنسيه، نو، الحب اشتراك، يعني معناتها موده محبه، تلقى انسان يعني اللي يحبك وتحب، والحب به وهي الحياه. شنو الحب ما بين كيفاش باش تستمر الحياه؟ الحياه راهي ما تستمرش لا بالكره لا لا بالحسد لا بالبغض لا بالنقمه لا بالحرب. الحياه تستقيم كان انت شوف شوف المجتمعات في 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 التاريخ القديم، ما صارت الحروب وصارت الغزوات وصارت الشعوب تحتل شعوب وتقتل شعوب اخرى الا لانه الناس ما حبوش بعضهم، لانه الناس تكره بعضهم، لانه فما مصالح، لانه فما كذا، لانه فما كذا. معناتها اعداد الحروب توا نقصت بارابور للي كان سائد في العصور الغابره، راهو ناس كانت تقتل في بعضها
ناس كانت تقتل في بعضها، مش معناتها توا الناس يحبوا بعضهم أكثر، لا، لأنه ثقافة الحب انتشرت أكثر والناس ولات تفهم والعلم تقدم والناس تطورت والمجتمعات تطورت بشوية بشوية، معناتها فهمت؟ يا لله ربي هنيك وربي يخليك وإن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله ديما نسمع صوتك يا لله. يخليك يا عيشك يا لله. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا لله، تصبح على خير ولي تكزينا. ماضي ساعة وتسعة وخمسين دقيقة. مرسي صالح في الإخراج الليلة، صديقنا أشرف أفنتي في ديجيتال وتأمين البث المباشر على الفيسبوك، وصديقنا شاكر في استقبال المكالمات الهاتفية على الرقم 71 113 ألف. أي سيدي أنا كملت معكم تو، وش راح نمشي نرقد على رويحتي، وأنتم ما تنجموا تكملوا السهرية راهو مع موزايك مزيك الليلة حتىش الوقتش الخمسة للستة متاع الصباح. يا سيدي الضرب يخبط الليلة على موزايك مع صديقنا صالح. هاي تصبح على خير. موزايك FM.